السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب، كل سنة وانتم طيبين. بص، النهاردة بقى انا هوريكم حاجة انا كنت بدور عليها من فترة بصراحة، وكنت بشوفها وكنت ببقى عايزة اجيبها بأي شكل، لان تساعدني جدا، لان احلى من الخبيز اللي كنت قاعدة مخبز العيش احط على الصاجة بتاعت البوتاجاز وبعدين اطلع على الرغيف عشان يتنفخ تحت الشواية، او لو انا عملت على البوتاجاز من فوق في الطاسة بيبقى حلو وبيتنفخ وكل حاجة، بس مش بيديني اللون الجميل اللي انا عاوزاه. قعدت ادور عليها لحد ما فعلا ابني ومراته قعدوا يبحثوا لحد ما عرفوا يجيبوها لي. بجد جابها لي في عيد الام، يا رب يكرمهم كده يا رب ويوفقهم. بصوا، الحلة دي هي اسمها خبازة العيش الكهربائي، اهو خبازة العيش الكهربائية. بص، بتعمل كفتة، بتعمل عيش، مش بس عيش بس، بتعمل فراخ مشوية، بتعمل طاجن بطاطس باللحمة، طاجن فراخ، بصوا كل حاجة بتعملها، وسريعة جدا وحلوة حلاوة ما عندكش فكرة. انا شفتها كتير، انا هجيبها لكم، انا هوريها لكم دلوقتي وهشرحها لكم بالتفصيل. بصوا بقى كده، دي الحلة بتاعتي زي ما قلت لكم اللي هي جاتني جميلة جدا. بصوا بقى عبارة عن ايه، عبارة عن حلة فيها ايه. اولا انا لسه ما استعملتهاش على فكرة، بس انا شفتها كتير، فيها عبارة عن شبكة، ودي فيشة الكهرباء بتاعتها اللي هي بتستخدم هنا كده اهو، ومعاها الطاسة دي اهي، انا لسه اول مرة افتحها معاكم اهو، ومعاها دي اهي، مش عارفة اذا كانت واضحة معاكم ولا لا، اهي الطاسة دي كبيرة جدا على فكرة، بتاخد 2 كيلو بطاطس واكتر كمان، اهي بالايد بتاعتها، معاها زي ما قلت السلك بتاع الكهرباء، معاها الشبكة، الشبكة دي بقى بتتحط هنا كده اهي، عشان لو بتشوي حاجة تنزل فيها، او لو بتعملي مثلا مندي تحطي الفراخ من فوق وتحطي الرز والحاجة من تحت، وبتبتدي هوريكم بقى النار بتاعتها منين. دي بالنسبة للصينية بتاعتها. الحلة بقى بتاعتها او الخبازة نفسها، الخبازة نفسها عبارة عن ايه، دي من فوق الكهرباء بتاعتها اهي، بصوا اهي شايفين، فاكرين الحلل بتاع زمان قوي اللي كنا بنجيبها ونعمل برضو بيها العيش؟ بصوا دي عشان كبيرة السخنة، شديدة السخنية، بنعمل ايه، هنعمل ايه، بتيجي بتحطي هنا الفيشة بتاعتها اهي، دي الفيشة اهي تحطي هنا، وبتوصلي بالكهرباء عادي خالص. طبعا انا بوريها لكم كشرح، لكن طبعا انا لما هعملها هوريها لكم وانا بشتغل فيها. اول حاجة بتعملي ايه، بتعملي بتولعيها بتسخن، وبعدين بتجيبي العيش بتفرديه عادي خالص، بتجيبي رغيف العيش، هنا بتبقى سخنة جدا، فبتحطي الرغيف من هنا، اول ما تلاقي رغيف العيش ابتدى يتشمع معاكي وابتدى كده يبان ان هو ابتدى يتشمع، بياخد ما بيكملش نص دقيقة، بتروحي شايلاه وبتروحي جاية واخدة الرغيف حطاه هنا، وبتروحي تاخدي الرغيف من هنا وتروحي حطاه هنا، وبتدخليها تحت كده اهو، على ما ده وشه بيتحمى بيكون التاني اتشمع، ما بتلحقيش، يا يعني دوبك الوش هنا بيتحمر تروحي واخداه. لو انت طلعتي ولقيتي الوش اتحمر، عايزه تخلي الظهر بتاعه برده متحمر شويه، بتقلبي الرغيف وبتروحي مدخلاها تاني، وبعدين بتحطي قبل ما بتطلعي ده بيكون اللي فوق اتشمع، بتشيلي ده وتحطي ده، سريعة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. يعني لو عاملة 2-3 كيلو دقيق، والله العيش مش هياخد معاكي وقت، غير الفرن العادي وغير الفرن اللي بالغاز وغير كل حاجة. بجد دي التحفة، وانا كنت بدور عليها وحبيت ان انا اوريها لكم. بجد لازم، يعني مش هقول لازم، هو يعني مفيش ست بيتها تقدر تستغنى عنها.
بص هتنسكوا العيش اللي بيتباع بره خالص بكل المشاكل اللي موجودة فيه، من انه غالي وصغير ويعني وبيقرش ساعات. يعني بص بجد تحفة تحفة تحفة، زي ما انا قلت لكم ان انتوا بتحطوا هنا اي صينية بطاطس، فراخ عايزة مثلا حاطة دي تاخد، يعني لو فراخ مقطعة هتاخد مثلا فرختين معاكي وترصيهم وتحطيها وتتشوي تحتيها عادي خالص. يعني بجد هي تحفة تحفة تحفة، انا فرحانة بيها جدا وبشكرهم ولادي حبايبي اللي جابوها لي، ربنا يخليهم يا رب ويسعدهم. ودي كانت الحلة بتاعتي اللي هي الجديدة اللي حبيت اوريها لكم، اللي انا قعدت ادور عليها، واتمنى ان انتوا يعني تجربوها. بس انا طبعا هعمل فيها عيش وهوريها لكم باذن الله بعد ما وانا بخبز كمان، يعني وانا بعمل العيش وانا بخبزه هوريه لكم، لانها فعلا جميلة وسهلة جدا. وعلى فكرة هي مش غالية، اسعارها حلوة قوي قوي، بس انا مش هقول السعر لان موجودة في كل مكان بسعر شكل، يعني مش شرط المكان اللي انا جبت منه، يعني ممكن تلاقي ارخص كمان. بس هي ممتازة ممتازة، عبارة عن ايه؟ بص من هنا مقطوعة كده اهي، بصوا وهي الظهر بتاعها اهو، وبعدين مفتوحة من هنا اهي. طبعا انا لسه ما فتحتهاش وملزقة كلها. بص عبارة عن نفس حجم مقاس الصينية هي، على فكرة في ناس، انا شفت ناس على اليوتيوب، يعني بس اللي هم الفلسطينيين اصلا، انا شفت واحد بيعملها لزوجته وجاب هو نفس الصينيتين وقاعد برضه يظبطهم وقطعة من الاستانلس وعمل الكهرباء. بس انا بحب الحاجة ده لما فيها كهرباء احب اجيبها من مكانها، من اللي عاملها اصلا، لان انا بخاف جدا. يا اولا مش غالية عشان احنا نقعد نجازف بيها ونعملها، سعرها حلو قوي، طريقتها سهلة جدا. انا هعمل العيش واجي اخبزه، وان شاء الله الفيديو الجاي هوريكم خبيز العيش اللي عليها، والله تحفة 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 تحفة. اتمنى ان يكون الفيديو خفيف عليكم ويكون سهل، ويا رب تكون الحلة بتاعتي عجبتكم، لان هي فعلا تستاهل الاعجاب بصراحة. هي ما تعتبرش حلة، انا اللي بغلط وبقول انها حلة، لكن هي خبازة عيش كهربائي، ومش خبازة عيش بس، دي بتعمل كل ما تتخيلي انت عايزة تعمليه. عايزة تعملي صينية بطاطس، عايزة تعملي فراخ مشوية، عايزة تعملي كفتة، عايزة تعملي اي حاجة، حواوشي خطيرة في الحواوشي. يا رب يكون الفيديو سهل وتلاقوها وتشتروها، جميلة جدا جدا جدا. ده مش اعلان يا جماعة، لكن انا بوريكم الحاجة اللي ريحتني في مطبخي، وان شاء الله هوريكم الخبيز بتاعها شكله ايه. وسهلة جدا في التنظيف، وبتفضل كده جميلة ونظيفة وما تقلقوش. يعني اشوفكم في فيديو جديد بطريقة جديدة، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والتعليق، ويا ريت يا ريت يا ريت تشوفوا قناتي وتشاهدوها. وأقول لكم إيه، كل سنة وأنتم طيبين، باي باي، سلام عليكم.